قبل بداية المقطع جايب لكم متجر فونز موفر لكم نوادر بأسعار متنوعة جدا، بالإضافة لأيديات رباعية وثلاثية مميزة داخل السوني، وعنده أيديات فيها سكنات، بالإضافة إلى ألعاب مثلا هون أي دي سوني في رقصة فلوس وألعاب أخرى حساب بلاك نايت السيزون الثاني، هون أيديات الألعاب. خلينا نركز يا شباب على النوادر. مثلا خلينا نشوف الحساب، لازم يكون عندك إثبات تسجيل فيديو لما تشتري الحساب، وراح يكون يحتوي على سكن شيطون في أسد الطيارة، وسائل الدفع المتاحة فيزا وبطاقات مدى مثلا، ومعاك ضمان تشغيلي. هذا القسم بيحتوي على أيديات رباعية، يعني تتكون من 4 أجزاء أو ثلاثية مميزة. فالمتميز المتجر إنه متنوع جدا، فبحط لك رابط المتجر في الوصف. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا اليوم راح نتكلم عن البطولة الخاصة بلاك لين اللي هي بتعطيك سكن وفأس وحقيبة ظهر مجانا اذا شاركت وفزت فيها. طبعا شباب قبل بداية مقطعنا اتمنى من كل شخص فيكم يشوف المقطع مو مشترك بالقناة اتمنى ان يشترك فيها وفعل زر الجرس، واتمنى تدعم المقطع بلايك، وطبعا لا تنسوا تستخدموا كود الايتم شوب YZYZET وتحفظوه عندكم في الايتم شوب. طبعا قبل يومين نزلت مقطع عن البطولة الخاصة بلاك لان، انا كنت احكي عنه لاش لان هي طلع اسمه لاك لان كانه لاك لان هيك. فهاي البطولة حكيت انه فورتنايت تكلمت عنها بس قالت تفاصيل البطولة قريبا. فعليا بعد يومين من نشر المقطع نزلوا تفاصيل البطولة، تنافس في جنون فأس لاك لان، راح يكون اسمه مثل هيك البطولة بالانجليش. شوفوا كيف، او خلينا ندبل الصفحة، واحدة انجليش وواحدة عربي. البطولة راح يكون اسمها ايش؟ لاك لانز بيكاكس فرينزي. حلو، بتكون موجودة بخانة التنافس باللعبة، متى راح تنزل هسه بحكي لكم. حالا الوقت وضع الاسلحه جانبا، راح تكون بطوله تنافس في جنون فاس بدايه 8 نوفمبر، بعد 7 أيام راح تبدا البطوله اتوقع الاحد القادم، لاغتنام فرصتك لربح مجموعه عناصر الزينه الخاصه بالاكلان قبل ان تتوفر في متجر العناصر. المهم سيحصل الفائزون على زي الاكلان وزينه الظهر اللي حقيبه الظهر وفاس ورقصته، 4 أشياء سكن وحقيبه وفاس ورقصه داخل اللعبه قبل اي شخص اخر، لانه هي اصلا راح تنزل في الايتم شوب بعد فتره. في هذا البطوله عليك انت واصدقائك التمتع بسعه الحيله لتحقيق الانتصار الملكي. الفاس هو السلاح الاساسي، ما في اي سلاح ثاني في اللعبه الا الفاس، لذا عليك البحث عن علب الصدقه. خلينا انجلش يا عمي، سيرش في الروستي كانز اللي تطلع من بتصدم البحر بطالك علبه فارغه، وعندك القنابل وقنابل البوتات اتوقع، وعندك الدروبات حتى تحمي فريقك وتقتل خصومك. وما راح يكون في شيلد، نو شيلد اور هيلينج، ما راح يكون في ادوات للهيل ولا ادوات للشيلد باللعبه او بالطور او البطوله. يعني عليك القضاء على خصومك او استخدام الرقصه لاعاده تجديد الصحه. اتوقع بيكون في رقصه ترجع الهيل. يعني هناك شيء اخير، اصبح حد مواد البناء 10 لكل المواد، لذا اجعل تلك المباني تستحق العناء. 10 معك، 10 خشب 10 حجر و10 حديد تبني بالثلاث وجهات، هذا حد البناء اصلا عادي صح، ما في اطلاق نار فيها، الطور راح يكون بس اللي هو بكاكس. يعني خلينا نشوف القواعد الرسميه من هون، هسه بنقدر نعرف كم النقاط وكيف توزيع النقاط. خلينا نقرا هون بالاول كيفيه التنافس او كيف تدخل على البطوله. توجه الى علامه توبيب التنافس اللي هي كومبيت، بتكون عندك باللعبه كومبيت مكتوب، هذه البطولات. يعني في حجره الانتظار في اللعبه اختر حدث جنون فاس لاكلان، اسمه هيك راح يكون اسم الحدث جنون فاس لاكلان، بالعربي هيك بالانجلش هيك راح يكون اسمه، اسم البطولة عند قائمة التنافس اللي كومبيت التنافس، يكون اسم البطولة هيك لما تفتح 8 الشهر بعد اسبوع. وحدد الموعد المحلي الذي يبدأ فيه الحدث في منطقتك، بمجرد فتح فترة الحدث وبدؤها ستحظى بساعتين لتنهي 10 مواجهات في المجمل. يعني لما تبلش في البطولة معاك 2 أو 10 أيام تلعب، 2 أو 10 أيام، فهمت علي؟ ستتاح قائمة ألعاب الحدث في قائمة ألعاب مع بداية الحدث. احرص على امتلاك مصادقة ثنائية، لازم حسابك يكون موثق بالمصادقة الثنائية. ستحتاج إلى صديقين للتنافس حيث لا يسمح أن يمثل شخص لاعبين في الفريق ذاته. يعني البطولة راح تكون تريوس ثلاثية، هتكون كيف دير ديفل ثلاثية. تحتاج أنت معك 2 3 تكون أوكي، مش سكواد ولا دو ولا سولو، تريوس. خلنا اعتبرنا أن كبسنا هون، أنا فاتح الصفحة من أول. قواعد رسمية لجنون فأس لاكلان. بالنسبة للمواعيد مثل ما تشوفوا قدامكم، 7 نوفمبر الشرق الأوسط، أوروبا، شرق أمريكا، يعني احنا ممكن بعد 6 أيام 7 الشهر، يعني يوم السبت احنا راح نبلش البطولة. حلو، حتى يعني سيرفر ميدل إيست أوروبا راح يبدأوها بـ7،
هي السبت القادم. اتوقع عندك بالكومبيت بالتنافس قبل البطوله، ممكن حاليا موجوده تكون الاخوان، اكتب لي بالتعليقات اذا موجوده عندكم بالتنافس اللي هي قائمه البطوله، مكتوب جنون فاس الاكلان ولا لا. اذا ما كانت موجوده ممكن قبل البطوله بيومين تكون موجوده، بتفوت عليها بيطلع لك التاريخ او بيطلع لك الوقت اللي راح يفتح فيه البطوله، فبتكون مشيك عليها يعني. فبالله اكتب لي بالتعليقات اذا موجوده عندكم البطوله حاليا او لا. طيب بالنسبه لتوزيع النقاط، الفوز 70 نقطه، اذا جبت المركز الثاني 56، وعندك الثالث الرابع مثل ما تشوفه قدامكم، كل مركز له نقاطه. اخر شيء 17 باخذ 3 نقاط، جيب 18 وفوق ما راح تاخذ ولا نقطه، اخر حد 17 بتاخذ 3 نقاط. هاي بالنسبه لتوزيع النقاط حسب المركز، توزيع النقاط حسب المركز فقط. طيب توزيع النقاط على كل كل، كل كلب تجيبه او كل تصفيه 3 نقاط، توزيع النقاط على المركز وعلى الكلات 3 نقاط الكل. الجوائز، جوائز الحدث اوروبا اللي بيجيبه من الاول ل 1100 مراكز، من المركز الاول لمركز 1100 بيحصل على زي اللي هو اللبس، الاكلان، عقيب الظهر وفاس ورقصته، الاربع اشياء. شرق امريكا الشماليه من الاول ل 700 بيحصلوا على نفس الاشياء. غرب امريكا الشماليه من الاول ل 300 بيحصلوا على نفس الاشياء. عندك البرازيل من اول ل 300 بيحصلوا على نفس الاشياء. اسيا من اول ل 150، طب ليش اسيا يا اخي مظلومين؟ مو عارف، وميدل ايست كمان مظلومين. اسيا من الاول مركز اول الى مركز 150 بيحصلوا على نفس الاشياء الاربعه. اوقيانوسيا من اول ل 150 بيحصلوا على الاشياء نفسهم. عندك كون الشرق الاوسط من المركز الاول ل 150 بيحصلوا على السكن وحقبة الظهر والفأس والرقصه. فانا منه علي اصلا بنج كويس بيكون باوروبا، فراح اشارك باوروبا على الجهتين. 1100 بيقدروا يربحوا باوروبا اكثر من الميدل ايست، فهمتوا علي؟ الميدل ايست بس 150. هون في معلومه مهمه، بقول لك سيتم منح الزي اللي هو يعني السكنات والاشياء اللي ربحتها بالبطوله للاعب الفائز القائم من خلال 3 اسابيع من اكمال الحدث او اي وقت اخر حسب ما يقتضي الامر من ايبك جيم. يعني ممكن تستلم السكن بعد 3 اسابيع من البطوله او بعد فتره من البطوله، مش شرط على طول. فما في داعي احكي اكثر، صارت الامور واضحه. البطوله راح تكون تريوس ثلاثيه، مش سكواد ولا دو ولا سولو. بعد ما خلصنا من هذا الموضوع شباب، في موضوع مهم بتكلم فيه اللي هو المقطع اللي نزلته قبل يومين، حكيت لكم موعد الحدث تاجل. طبعا انا خربطت بشغله بالمقطع، قلت لكم انه نهايه الموسم من المفترض انه كان ب 30/10 يعني قبل يومين. لا انا كنت مخربط، نهايه الموسم مثل ما هي ب 30/11، يعني باقي لها 29 يوم. نهايه الموسم ب 30/11 اللي احنا فيه باقي لها 29 يوم. طيب شو اللي تاجل يا يزيد؟ اللي تاجل الحدث، الحدث تاجل كانه يومين او ثلاث ايام. كان من المفترض يكون كانه ب 30/11 هيك شيء، حاليا صار ب 2/12 او 3/12 الحدث، فتاجل ثلاث ايام. هاي الخربطه اللي صارت، انا خربطت عن الموسم، حكيت لكم 30/10 نهايه الموسم، لا هي مثل ما هي 30/11 بس الحدث تاجل يومين او ثلاث ايام، اصبح ب 2/12 او 3/12. فهذا كان توضيح بالنسبه للخربطه اللي صارت بالمقطع السابق. فبس شباب نكون وصلنا لنهايه مقطعنا، واتمنى من كل شخص فيكم استاذ المقطع انه ينشر بكل مكان، واكتبوا لي بالتعليقات هل راح تشاركوا بالبطوله او لا. انا منه علي راح اشارك، واحتمال اسوي لكم بث مباشر وقت ما اشارك بالبطوله. فاتمنى منكم اذا كنتوا جاد في القناه انكم تشاركوا فيها وتفعلوا زر الجرس حتى نقدر نوصل 700,000 مشترك. ولا تنسوا كود الايتم شوب YZYZET تستخدموه وتحفظوه في الايتم شوب، ورب يسعدكم مع كل شيء. مع السلامه. We'll be right back.